البيئة وقديش ممكن نهتم فيها. طبعا اليوم حديثنا أكثر موجه إلى المحافظة على السلاحف، رح ننتقل لحتى نكون مع الحلو بلبنان. السيدة فادية جمعة ضيفتنا اليوم، صباح الخير. صباح النور. ناشطة بحمى السلاحف، حمى المنصوري بالتحديد، وبدي رحب بأصغر يمكن متطوع بلبنان عم يهتم بموضوع البيئة، محمود. محمود كيفك؟ منيح. تمام؟ صباح الخير. اليوم أول نهار منه واعي كتير بكير، كنت عم تخبريني أنه كمان موجود معكم دايما على الأرض، هلأ رح نعرف أكثر. خبريني شوي شو عم بيصير بهالمنطقة يلي هي هلأ اليوم تعتبر محمية للسلاحف، وشو عم نحمي بالضبط، وكيف عم بيصير الشغل على الأرض؟ في منطقة بجنوب لبنان اللي هي المنصوري، أعلنت شط المنصوري أعلن كحمى مش محمية، حمى للسلاحف. طبعا هيدا بعد شغل طويل للسيدة منى خليل، منوجه لها تحية، تحية إجلال وإكبار كمان للمجهود اللي من 18 سنة عم تشتغل على هيدا الشط لتحمي. بهيدا الشط في بيت اسمه البيت البرتقالي اللي يعود ملكه للسيدة خليل، هي رجعت من هولندا بعد غربة طويلة وقررت انه تحمي الشط المقابل لبيتها، لأنه هي كانت على علم أنه هيدا الشط بيترددوا عليه السلاحف البحرية وبعده غني بتنوعه البيولوجي من نباتات لكائنات بحرية بتعيش فيه. يعني مبدئيا هو بعده شط خام وكان مفروض أنه ينحمى. فحطت هيدي السيدة مجهودة من 18 سنة لليوم على لحمايته، لإعلان وحمى طبيعية. وحاليا نحن هي وفريق من المتطوعين، يعني نحن وغيرنا كمان بنوجه لهم تحيه، بنروح بشكل يومي خلال موسم تزاوج السلاحف والبيض اللي ببلش من ايار وبيخلص باخر ايلول، بيخلص موسم السلاحف ككل، يعني من اول التزاوج لحين الفأس وينزلوا على البحر. نحن حاليا باخر مرحله الفأس، بعد عنا 20 سلاحف رح يفأسوا وينزلوا على المي، وعم نعمل دائما دعوات لكل المدارس، الاولاد الناشطين، اهل القرى المجاوره يجوا يشوفوا ليعرفوا قيمه هيدا الشط ويهتموا فيه اكثر، لانه ست منى بحكم تقدم العمر الله يخليها بهمتها ويطول بعمرها، بتعتبر انه هيدا الشط امانه للاجيال القادمه لتضل في استمراريه بالمحافظه عليه وعلى هيدي الكائنات اللي بتعيش فيه. انا بخلال 18 سنه فينا نعمل هيك مثل مقارنه، يعني الاعداد عم بتزيد، شو عم بيصير، هل نحن ضروري نحافظ عليه، هل الامتداد على الشاطئ كله كمان لازم يكون، يعني بيروحوا على مناطق اخرى ما حدا عم يهتم فيها، كيف الوضع صحيح عم بيكون؟ الوضع على شط المنصوري حاليا مقبول، بينما بسنين قبل خصوصا سنة 2006 بدي اقول كان وضع التعشيش على هيدا الشط اكبر بكتير. يعني نحن هيدي السنة 20 سلحفة بادوا على هيدا الشط، بينما السنة الماضية 39 سلحفة، بينما بال 2006 وصلوا ل 60 سلحفة. طيب شو السبب؟ السبب هو التمدد العمراني على الشواطئ اللبنانية، وال يعني اشغالها بطرق غير سليمة بيئيا. اللي عم بيصير مثلا على شط المنصوري تحديدا هيدي السنة كان في يعني بدء حركة عمرانية ومنتجعات سياحية ما استعملوا، يمكن هلأ حاليا صار في اتفاق على طريقة استعمال الإضاءة، الإضاءة والضجيج والهيدا بتهرب السلاحف من المنطقة. السلحف الأم لما بتحس في حركة على هيدا الشط وضو ما رح تطلع تحط البيض اللي إلها لأنه حتخاف عليه. والسلاحف الصغيرة في خطر عليها من الأضواء، لأنه وقت اللي بتفقس وبدها تظهر هي بتتوجه نحو ضو القمر وصوت البحر وبتنزل.
فلما بيكون في ضوء او نار او اي حركه على الشط هيدا الشيء رح يجذبها ويخليها تنشف وتموت وبتكون عرضه اكثر لتعالب لكلاب لاي مفترسات ممكن تلاقيها بطريقه هي وضايعه عن طريقه للبحر. طيب شو لازم ينعمل؟ لازم ينعمل خصوصا بشط المنصوري لازم يكون في حمايه اكبر من هيك، يعني اكبر من شغل الست منى ونحن كمتطوعين معها. مفروض الدوله تكون صارمه بموضوع الشطوط اللي بعدها عذراء ونظيفه وخرجت وهي موئل لهيدي الكائنات. يعني نحن بحاجة للدولة بمطرح معين أنه تقوم بواجباتها وتحمي ما تبقى من الشطوط وما عم نقول نحن ضد أي مشاريع انتو سياحية. أنتوا هيدا كله يعني قدرت ما قادرين أنكم تتدخلوا يعني على الأرض، أنتوا هلأ بس عم تقدروا تحموا الموجود يعني مع نحن قادرين صحيح نحن ما قادرين نعمل شيء تاني أبدا، نحن قادرين نحمي الموجود بأقل الخسائر الممكنة علما انه هيدا الوضع اذا ضل بهيدي الطريقه السياحه من عم نعمل منتجعات سياحيه غير صديقه للبيئه رح نخسر كل شيء. فالمفروض انه شوي نراعي المسائل البيئيه حتى بالمشاريع اللي عم بتصير قريب من البحر. جربتوا تشوفوا انه هالسلاحف هل عم بتروح على شاطئ اخر اللي يعني حدا عم يلحق؟ ليش مش عم حاليا ما في امكانيه رصد لهيدي السلاحف؟ اكيد نحن ممكن يتركب لهم جي بي اس للسلحف الام وتراقب حركتها، وطبعا هيدا بكل العالم ممكن يعملوه وممكن يحطوا لها مارك وتنعرف هيدي من اي بلد وين عم تتجول وكل هيدي الامور. حاليا بلبنان ما في ما بعرف ما حدا اشتغل على هيدا الموضوع بهيدي الجديه. سلاحف نحن اللي بدنا نقوله انه هيدي اللي عم نخسرها حاليا بسبب الاضواء والدرجه وما عم تطلع على شواطئنا هي رح تتوجه حتما الى شواطئ فلسطين المحتله ورح تكون ثروه للكيان الصهيوني اللي هو مسيطر حاليا. حتكون ثروه لجذب السياحه البيئيه يعني. طبعا فهي اكيد رح تروح لهونيك لتبيض هونيك، فلهيك نحن بحاجه للمحافظه على ما تبقى من هيدي الشطوط لتجي بقى السلاحف ترجع عليها. بدي احكي باهميتها وهيك، بس خلينا حتى محمود ما كثير يفكر انه نحن نسيناه. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ منيح. شو عم تعمل كل يوم انت عم توعى الساعة 5:30 على بكرة؟ خبروني. على السلاحف؟ ايه. عم بروح شو؟ بحمي شط المنصوري عشان بدنا نحمي السريع وبدنا نقيم كل البلاستيك يلي بالبحر والزبالة عشان حرام السلاحف ليش بدهم يكبوا لهم بلاستيك؟ عم ياكلوهم؟ عم ياكلوهم ويموتوا. ويموتوا يصيروا السلاحف. طيب. عم بتروح تنظف يعني؟ ايه عم بتنظف. عم تلم كل شيء بلاستيك؟ ايه عم نلم كل شيء بلاستيك وتشيلون. شو عم تعطيهم للسلاحف؟ بتعطيهم اكل؟ بتقرب عليهم؟ بتشوفهم ولا بخافوا؟ انا بشوفهم وبعطيهم اكل مع ماما لما تشوفهم. اوكي بعطيهم اكل. مين عم بيروح معك كمان؟ عم بتكونوا كتار؟ عشط المنصوري ناس كتير ناس عم بتروح؟ كتير ناس. شو عم بيعملوا؟ كلهم عم بينطفوا مثل ما انت عم بتشيل البلاستيك وهيك؟ بس مرات لما نحنا بدنا نروح لعند السلاحف لما بدنا نروح مرات ما بيجي كتير ناس عشان بيكون شوي في اثنين سلحف او ثلاثة او اربعة عم بيكونوا قلال. شو مرات لازم يكونوا اكثر؟ لازم يكونوا اكثر عشان الناس تجي كثير. الناس تجي تشوفهم ويصير عندنا سياحه. ما هيك؟ طيب وكيف بدنا نحن ننتبه لهم ونحافظ عليهم ونحافظ على البيئه؟ بدنا ننتبه لهم. نحن لما بدنا ننتبه لهم بيكون بدنا نقلب لهم كل البلاستيك يلي بالبحر وكل شيء. لو مصاري لو كل شيء بدنا نقيمه احلى ما ياكلهم ويموت. مزبوط. لو سلاحف ارض لازم نقيم كل زباله من الارض كلياته. مزبوط.
حتى يعني السلاحف مش البحرية عم بيقول كل السلاحف لأنه ممكن تاكل أي شيء يمرق بطريقة صح. وتختنق فيهم ويموتوا تختنق ويموتوا. وانت مبسوط كل يوم على بكره بتقوم 5:30 6 بتنزل على البحر هيك؟ كثير مبسوط عم بتشوفهم؟ عشان السلاحف ايه عم شوفهم. قديش في هلا كم وحده ناطرينهم بعد حتى يفقسوا؟ في بعد؟ يمكن في بعد شوي او اثنين في اثنين بدهم بعد يعطوا؟ في اثنين وبعدين بتلحقهم بس ينزلوا على البحر؟ منجي نحن منشوفه بس يمكن ما عادش يجي كتير ناس. طب انت شو بدك تقول هلا للناس؟ عم بتقول مثلا لاصحابك ينزلوا كمان ينطفوا وهيك، شو بدك تقول للناس هلا اللي عم تحضرنا؟ من دق لاصحابي بس يمكن بيكونوا نايمين؟ لا مش نايمين، بيكونوا هذا يمكن عندهم شي شغل، عم دق لهم كلهم عندهم شغل. عم بيكون كلهم عندهم شغل؟ ايه. طب بدنا نقول لهم هلا انه يحطوا وقت مش كل الوقت للشغل، ما هيك؟ لانه السلاحف مهمين وبدنا ننتبه لهم. وانت رح تضلك تنزل كل يوم؟ رح ليخلص هلا ايلول وبعدين بدنا نرجع على المدرسه. اكيد ليش لا؟ بالمدرسه بدك تروح تخبرهم شو عم بيصير وشو عملت بالصيفيه؟ رح اعملهم فيديو بيحضروا التلفزيون عندهم. اوكي. بدك تخبرهم؟ بعملهم سي دي. وبتعطيهم بالمدرسه وتخبرهم شو عم بيصير حتى السنه الجايه يجوا يساعدوك؟ ايه ضروري، ما هيك؟ اي هيك عم بتحضروا؟ طبعا ايه، نحن اتفقنا انه نعمل فيديو ونعرضه بالمدارس، وكمان محمود يكون بما انه هو حدا معنا يكون عم بيفهم رفقاته خلال حمله التوعيه اللي متفقين عليها بدنا نشتغل عليها. محمود كان عم يحكي على فكرة على السلاحف الصغيرة، هو انه نحنا ما نشوفهم بس سلحف الام نحنا ما منشوفها لانه هي بتطلع بالليل بتحط البيض اللي إلها وبتنزل. واللي لازم خبره كمان انه بلبنان نحنا عنا نوعين من السلاحف البحرية اللي هن الجرين تيرتل واللوجر هيد او كاريتا كاريتا. بس هيدول النوعين بالبحر اللبناني. هيدي السنة كان عنا حدث كتير حلو رغم قلة الأعشاش اللي كانت موجودة، هو انه في 8 جرين تيرتل بادوا على شط المنصوري، وهيدا يعتبر عدد او رقم قياسي لسلاحف من هيدا النوع بتبيض بلبنان، ولاول مره يسجل يعني على هيدي الشطوط. طبعا عم بحكي من 18 سنه لهلا لانه قبل ما كان في ريكورد وما حدا عم بيتابع هيدا الموضوع. خلينا نحكي شوي عن اهميه السلاحف، يعني نحن عم نحكي انه ما نحافظ عليها والى اخره، ليش؟ في ناس عم تسال انه ليش؟ اذا كانوا 20 ولا 100 ولا 2 ولا شو فرق بالنسبه لنا؟ شو اهميه السلاحف بالنسبه للموضوع البيئي؟ وجودها شو بيعني على شواطئنا؟ هلا غير انه الطابع السياحي والناس تجي تشوف. اكيد اكيد هلا فينا نحن نستغل وجودها بالمواضيع السياحيه، السياحه البيئيه، بتعزيز السياحه البيئيه. بس مبدئيا هلا المعروف للجميع انه السلاحف بتاكل الاناديل وهي جزازه اعشاب المحيطات، وهي انه ما في شيء بيعوض غيابها ولا اي كائن بحري بيعوض عن غيابها، وهي مخلوقات خلقت قبل ملايين السنين وقبل البشر وموجوده وهي معمره، طبعا كتتعمر اكثر. بس اللي هو اهم من هيدا كله انه هي وكما تقول دائما ست منى خليل انه هي كائن الله خلقه، كائن حي والله خلقه ومش مفروض نتعدى عليه، وهيدا البحر لا إله ولا غيره ونحن جينا بعدين. ف يعني بالدرجه الاولى غير اهميتها هي كائن حي، ما بحق لنا نحن لا نتدخل فيه ولا نتعدى عليه، بالعكس نوجد مفروض اننا نحمي. يعني الموضوع بعد بيحمل اكيد حديث لانه بدنا مش بس نقول عم نتضاءل، بدنا نرجع نوصل لمحل نقول عم نزيد هالاعداد هيدي. انا بدي اتمنى لكم التوفيق. محمود بدك ترجع تجي تزورنا سنة الجاي وتخبرني اكثر انه صار في سلاحف، صح؟ صح. وتقلي شو حكيتهم بالمدرسه؟
اوكي ميرسي لكم. ميرسي لك، يعطيك الف عافيه. كمان مره مشاهدينا ناخذ بريك ونرجع من بعدها منتابع عالم الصباح.